السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعين شيوات أم العربي. غادي نوجدوا مع بعضياتنا اليوم واحد الكوكلي. هاد الكوكلي غيكون مشوي فوق الفخر. كيف ممكن ديروا هذه الطريقة وهو مشوي يعني في الفران؟ فأنا اليوم غادي نديره في الفخر، المهم تشهيته يكون على الفحم. فغادي نحتاجوا الكوكلي هذا على حسب عدد الأشخاص. أنا يبدي عندي العمده ما نزلتوش، غادي نجيبو قدامكم. المهم انا درت 4 ديال لي كوكلي، كل واحد وكيدير لي كوكلي على حسب عدد الاشخاص في الدار. حنا 4 دابا في الدار، ما كاينش الا دي زوج معايا، يعني حنا 4 غادي نديرو كل واحد كوكلي للراس، يعني كل واحد كوكلي. المهم لي كوكلي غسلتهم منقيين مزيان بحال كيف كتشوفوا انتو وناشفين. هنا عندي 4 ديال الكوكلي، غادي نحتاج معاهم 2 علب ديال الياغورت طبيعي مسوس، غادي نحتاج واحد 2 معالق كبار ديال الزيت، 2 معالق كبار ديال الخل، واحد المعلقة كبيرة ديال القزبر يابس مطحون، الملحة، البزار، واحد المعلقة كبيرة ديال عطرية ديال الدجاج، وهنا عصير نص حامضة، شوية ديال الهريسة اللي كيبغي الحار، وغادي ندير واحد 3 فصوص ديال الثومة. هذا هو المقادير. المهم اليوم غادي ندير انا مائدة غداء، داكشي اللي داكشي اللي كتب الله وغادي نديرو في المائدة ديالي، غادي نحطو نديرو معاكم. يعني من الى غنشوف، المهم غادي نتبل الدجاج ديالي لانه خصو يبقى متبل مزيان، وحبذا لو كان بالليل يكون افضل. وغادي نشوف، غادي ندير سلطة ديال الأرز والطونة، وغادي ندير بطاطا مشرملة في الفران. المهم هانتوما معايا، غنشرمل بعدا الدجاج ونشوف الأفكار اللي غادي ندير معاه، لأن أنا من النوع اللي تا كنحط كلشي نشوف أشنو عندي في التلاجة، نشوفو اللي متوفر عندنا، وديك الساعة هذا نبداو على بركة الله. بغيت غير نقول لكم أنا اليوم يعني هذا صورتو دابا اليوم السبت، فترة ديال الامتحانات ديال الجهاوي ديال وليداتنا ووليدات المسلمين كاملين، فمنهم بنتي نورة عندها الجهاوي. فكنتمنى لكل وليداتي ووليدات الصديقات ديالي وكل وليدات المسلمين سواء بنات ولا ذكور، الله ينجحهم والله ييسر امورهم والله يفقه البصيره ديالهم يا ربي امين، ويربي معاهم والله يعاونهم يا رب. هنا درت الثومه 3 الفصوص ديال الثوم حكيتهم، فدابا غادي نضيف 2 معالق ديال زيت المائدة، غادي ندير 2 معالق كبار ديال الخل الابيض. وانا ما عنديش الخل الابيض كيف كتشوفوا هنا، درت غير الخل العادي حتى هو كيقضي الغرض. هنا عصير نصف حامضة، غادي ندير واحد المعلقة كبيرة، هذه صغيرة درت 2 ديال القزبر يابس مكوك او لا مطحون عفوا، غادي ندير شوية ديال الملح، كتشوفوا هنا ما كاين لا صوص الصوجة لا والو في هذه التتبيلة، درناها عادية ما كتجي لذيذة بزاف. هنا معلقة ديال عطرية ديال الدجاج، ديال الدجاج مشوي راه كتباع، يعني تتقولي العطار عطيها ليا، ولكن العطار يكون ثقة البنات اللي كنا اللي دائما كنتقداو من عنده. شوية ديال البزار، وغادي ندير شوية ديال الهريسة، صافي غادي نخلط هاد المكونات ديالنا مزيان، غادي نحيد المعلقة ونخدم بيدي، أنا هي اللي كتبرد ليا يعني الخاطر. فهنا كيف كتشوفوا بالنسبه للكوكلي حليته من الصدر ديالو، لانني غادي نشويه هكا صافي، وغادي نعمرو التتبيله ديالنا كامل.
تدخل فيه كامله على هذا الشكل، وغادي نغطيه وغادي نخليه يرتاح. المهم هو ليله كامله يكون احسن، ما عندناش الوقت وما درناهش بالليل، فضروري ثلاثه ديال السوايع يبقى مشرمل هكا يعني مرقد بحال هكا. وغادي ندوز نديرو الرز ديالنا كيتسلق. السلطه غندير غير سلطه ديال عاديه فيها غير المايس الرز والدرار معلبه ونشوي فليفله حمراء وفليفله خضراء. صافي غنديرها سلطه سهله لانها كتعجب وليداتي بزاف هاد السلطه ديال الارز. صافي غادي نغطي عليه وغادي نخليه كيف قلت لكم ثلاثه ديال الساعات وغادي نتلقاو. شرملت هذاك كي شفتوا الكوك اللي درناه مع بعضياتو مع بعضياتنا خليتوه حتى يرقد. دابا غادي ندوزو نوجدو البطاطا اللي غنديروها في الفران بالشرموله. هنا البطاطا على حسب عدد الاشخاص اللي درت معاه ورق ديال الغار او ورق موسى، وغادي ندير معاها شويه ديال الملحه وغادي نديرها في البوطه غير تطلع الغليه. صافي بمجرد ما تطلع لينا الغليه غادي نصفيوها ونتلاقاو باش نستعرضوا مع بعضياتنا المقادير وتتمه ديال التحضير. كيف كتشوفوا غنرجعوا باش نكملوا البطاطا ديالنا. هنا طلعت الغليه صافي حيدتها، فغادي نحتاجوا معاها شويه ديال التحميره فلفل احمر شويه ديال البزار شويه ديال الثوم المجفف الا ما كاينش نديروا درس ديال الثومه محكوكه. هنا شويه ديال البصل المجفف الا ما كاينش نديروا واحد شويه ديال البصله محكوكه. هنا خضر مجففه، هذه هي الخضر المجففه وهذا البصل والثوم كناخذهم من عند الاخت اللي كنت خديت من عند الدار العطريه اللي في سوق شريفه اللي في شارع القدس. هذاك السوق النموذجي راه الله يعمرها دار. المهم كتاخذوا من 5 دراهم للفوق اللي بغيتوا. نحتاجوا شويه ديال زيت الزيتون وشويه ديال الملحه. فإلا ما عندكمش خضر مجففه ما ديروهاش. الثوم مجفف عوضوه بدريس الثومه، البصله عوضوها واحد البصيله صغيره محكوكه هذا ما كان. فغادي ناخذ واحد البلاستيك غذائي من هذا اللي كنديروا فيه اللحم ديالنا في المجمد، وغادي ندير البطاطا ديالي فيه في هذا الكيس البلاستيكي بحال هكا. هذا معليش الدنيا نقيه. فدابا غادي ندير شويه ديال التحميره، غادي ندير شويه ديال البزار، شويه ديال البزار كيف قلت، الملحه غندير شويه لانني انا سلقتها بالملحه بزايد. هنا شويه زيت الزيتون، غادي نديرو شويه ديال الثوم المجفف، ممكن تزيدوا فيها لا موطارد ممكن تزيدوا فيها اي حاجه بغيتو، مي هاد العطريه اللي درت انا فهي كافيه. غادي ندير شويه ديال البصل مجفف، شويه ديال الخضار. هاد الخضر المجففه كتعطي واحد المذاق غزال سواء في الحشوه ديال ليكيش او لا في البيتزا هكا في البطاطا. شويه ديال الخضر مجفف واحد المعلقه كبيره، راه ما غاليش راه 5 درهم 10 درهم تتاخذوا اللي بغيتو. صافي غادي نسد هاد الكيس ديالنا صافي، وغادي نخلطها مزيان هاد المكونات مع البطاطا كيف كتشوفوا. وغادي نجيب الطاوه اللي فرشت فيها البابيي سول فريزي والفران راني مسخناه على 200 درجه، فغادي ندخلها حتى تحمر لي البطاطا يعني تحمر، وغادي نقدموها حتى هي مرافقه للطبق ديال الكوكلي ديالنا. هنا غادي نفرغها في الطاوه ديال الفران. صافي حاول ما تجينيش وحده
فوق الاخرى البطاطا باش كلها تحمر. بحال هكا صافي. دابا غادي ندخلها للفران حتى تحمر وغادي نخرجوها وتشوفوها كيف كتجي. هنا البطاطا دخلناها الفران، دابا غادي ندوزو نوجدو السلطه ديال الارز اللي قلت لكم سهله بسيطه وعزيزه على ولادي بزاف. سبحان الله هاد السلطه واخا ما نوع في السلطات بزاف فكتبقى المفضله عندهم. فهنا خديت الروز سلقته، جلبانه حتى هي سلقتها، هنا علبه ديال الذره المايس، هنا فلفله حمراء مشويه ومقطعه، خضراء حتى هي مشويه ومقطعه. غادي نحتاج شويه ديال الخل، طبعا غادي نحتاج صلصه ديال المايونيز، شويه ديال الطون، وغادي نحتاج الزيتون الزيتون اش نقولوا مرقد، هذا اللي كيكون بالعطريه. الطريقه سهله، فغادي ناخذ هاد المكونات، يعني غادي نجمع كل شيء كيف ما يعني سلطه سهله وكيف دائما. هذه سلطه معروفه عند الكل، يعني ماشي فيها شي حاجه زايده والو، غير كل واحد وكيفاش كيوجدها. وكيف قلت كتبقى الافضل عند ولادي، داكشي علاش تتعجبني نديرها لهم بزاف. بحال هكا صافي. غادي نضيف شويه ديال الخل، اليوم خدامه معكم غير بالخل العادي كيف كتشوفوا، لا غير ما متوفرش عندي، ما انا عاده كيعجبني الخل الابيض هو اللي كنخدم به. فدابا غادي نضيف الزيتون، هو وهذا خيزو يعني مخلل كيعطيه واحد المذاق زوين لهاد السلطه. غادي نحيد هاد الفليفلات اللي هما النويره نخليهم، هادوك تياكلهم الزوج ديالي صافي. دابا غادي نضيف صلصه المايونيز، المايونيز على حساب كل شخص، كاين اللي كيبغيها كثيره كاين اللي بغاها قليله، المهم هي كتكون صلصه المايونيز في هاد الوصفه. فغادي ندير، انتوما موالفين معايا في المايونيز، يعني كنكثر في مثل هاد السلطه. فهنا كيف كتشوف بعد ما فرغت المايونيز، فدابا غادي نضيف الطون، مي غادي نخلي منه واحد شويه باش غنزين به التبصيل اولا الطباصل من الفوق. صافي، وغادي نخلط هاد السلطه ديالنا، غادي نخلطها ونديرها في الثلاجه تبرد حتى الوقت التقديم، وغادي نديرها في الاطباق ديالي ونقدموها مرافقه للطبق ديال الكوكلي ديال الدجاج مع البطاطا في الفران، مشرمله في الفران بحال هكا. غادي ندخلها الثلاجه تبرد ونتلاقاو ان شاء الله في الطبق النهائي بحول الله. من بعد دزت 3 ديال السوايع، فدابا غادي ناخذ شويه المجمره، درت الفخر راه شعل مزيان. دابا غادي ناخذ كل كوكلي ديالنا. غير بغيت نقول لكم واحد الحاجه، فانا كنوجد الغداء، فكيف قلت لكم بنتي كانت غيبه الامتحان فجات معها صاحبتها غادي تغداو، داكشي علاش انا عندي غير 4 ديال الكوكليات، فزدت الستيك ديال لادند كانوا عندي حتى هما درتهم في نفس التتبيله، ها هي في نفس التتبيله درتهم وغادي نشويهم حتى هما في الشوايه، غير باش ما تقولوش ام العربي خبات علينا شي حاجه، هذا علاش انا زدتها. فدابا غادي ناخذ لي كوكلي ديالنا، غادي ندير لهم بحال هكا في الشوايه. ندير جوج بحال هكا، هاد التتبيله راه تجي خطيره البنات، نتوما عارفين الحمد لله كاع التتبيلات ديال الدجاج اللي دوزت معاكم فكتنال الرضا ديالكم. هنا حاولت ما نديرو لا صوص صوجا لا موطارد لا مكونات اللي ما كتكونش متوفره بزاف. دابا غادي نديها الشوايه غادي نشويها، وانتوما عارفين راه طريقه الشي راه كاع السيدات تيعرفوا ليها، وغادي نتلاقاو باش تشوفوا الاطباق النهائيه اللي وجدت معكم اليوم. فاليوم انا راه درت واحد العصير ديال السويله مي ما صورتوش، فغادي ننزلو ان شاء الله الى عجبكم غادي نعاود نصوروا لكم باذن الله. نتلاقاو في الطبق النهائي بحول الله. هو الغداء ديالنا المتواضع جدا، نتمنى يروقكم وينال الرضا ديالكم ويعجبكم وتجربوه. فهنا هذه السلطه ديال الارز
كيف كتشوفوا هذه سلطه الارز، هذه بطاطا في الفران اللي مشرمله بهذيك الشرموله، وطبعا الطبق الرئيسي اللي هو هذوك لي كوكلي. فلا ما عندناش كوكلي ممكن ناخذ غير الدجاج نقطعوه طريفات ونديروا ليه نفس التتبيله ونشويوه. فهذا الكوكلي ديالنا من بعد ما شويته، وهذا دوك الصدير ديال لاداند حتى هو من بعد ما تشوى. فنتمنى الفكره ديال اليوم تروقكم، وهذا هو العصير اللي قلت لكم غادي نقدمه معكم، عصير ديال السويهله. نتمنى الوصفه ديال اليوم تروقكم وتنال الرضا ديالكم وتعجبكم وتجربوها. اكيد جربوها، واخده خفيف لهاد يعني في هاد الحال سخون. عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش ديروا لايك للفيديو، واشتركوا في قناتي قناه شيوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد. دمتم في حفظ الله ورعايته، والى وصفه قادمه بحول الله.